مرحبا، كيفكن؟ لأنه نحن هلأ بالشهر الفضيل، خليني أعطيكم شوية نصايح أنا بتبع بالنظام الغذائي لتحافظوا على وزنكم أو تخسروا وزن. حتى صار لي أنا شخصياً تقريباً 5 سنين محافظة على نفس الوزن، يعني عندي مثلاً الماكسيمم تبعي نووي أطلع عنه من شي 5 سنين. صرت فكر إنه شو السبب، كتير عالم بيبعتولي على إنستغرام بيسألوني بيقولولي شو نظامك الغذائي. صرت فكر إنه أنا ما عندي نظام غذائي معين بصراحة، إذا مفكريني من العالم اللي مثلاً ما باكل غير أشياء صحية، غلط. فخليني أخبركم حسب أنا رأيي الشخصي أو حسب أنا خبرتي الشخصية شو بعمل، وخاصة بشهر رمضان فيكم تتبعوا هذا الشيء، لأنه بعرف كتير عالم ممكن تتعرض إنه تسمن بهذا الشهر بسبب العزايم وبسبب الأكل الطيب. أول نصيحة هي لما بتكون تبلشوا تفطروا، بلشوا بالأكل الصحية الموجودة على الطاولة، يعني ما تبلشوا بالأكل كتير أنتم مشتين عليها أو بالأكل اللي بتحسوها كتير دسمة. هيك شو بيصير؟ إنه لما بتكون تبلشوا تاكلوا وأنتم كتير جوعانين بتشبعوا حالكم شوي بالأكل الصحية، فلما بتوصلوا للأكل الدسم بتكونوا ما عم تاكلوا منه كتير، إنما أنتم عم تاكلوا لتستلذوا فيه أكتر مما أنكم تشبعوا حالكم فيه. نصيحة تانية، وهي أنا بعتمدها برمضان وبالأشهر الأخرى، كل يوم باكل صحن خضرة، يعني يا أما سالد أو خضار مشوية أو خضار سوتي. لما بناكل خضرة كتير جسمنا الميتابوليزم تبعه بيعلى، يعني بنصير بنحرق دهون أسرع، بنفس الوقت جسمنا بياخد الفيتامينز اللي بتساعد إنه تحسن بشرتنا، كمان بنحصل على نسبة المي اللي نحن بحاجة لها. من الأسباب الأساسية إنه السوب أو الشوربة موجودة على مائدة الإفطار هي إنه لتساعد إنه تعبي المعدة، فإذا حابين أنتوا تنتبهوا على أكلكم ركزوا على الشوربة، يعني don't skip it، يعني ما تبلشوا دغري بالأكل العادي، بلشوا بالشوربة لأن الشوربة هي مي فبتعبي معدتنا، فقال intake تبعنا تبع الأكل العادي بيخف. نصيحة من خبرتي الشخصية هي إنه دائما أنا لما باكل وجبة بنتبه انه يكون فيها احد هدول العوامل الثلاثة غير موجودين، واللي هنن سكريات، المعجنات او المقالي. يعني اليوم انا بدي اكل one of the things اللي هن مانن كتير مناح لقلي، بختار واحدة منهم وبتفادى الاثنين التانيين. والنصيحة الاخيرة انه دائما اختاروا الكواليتي مع الكوانتيتي، يعني ما تجوا تقولوا انا لانه مشتية على اكلة غير صحية باكل منه لقد وضل كل نهار جوعانة، لا، اختاروا اكل يكون صحي وبتحبوه وكلوا منه قد ما بدكن، ما تحرموا حالكن مشان لانه مشتين على شغلة تاكلوا منه لقد وتضلوا جوعانين، او تجبروا حالكن انكن تاكلوا مثلا اكل ما بتحبوه.